السلام عليكم طالباتي، الحضور الجميل. أتمنى أنكم اليوم تستفيدوا مع الدكتور إن شاء الله سمية شعراوي، أستاذ مساعد في قسم الأحياء من كلية العلوم. حتديكم بطريقة جميلة كيف تكوني في بحثك، في بحث اللي حتنشريه، بحث التخرج ألف أو باء، الباراphrasing. أكيد إنكم كلكم حتحتاجوه، وبطريقة مبسطة إن شاء الله حتوصل لكم المعلومة مع الدكتور سمية. أتمنى إنكم تستفيدوا. لآخر الوقت حيكون رابط التسجيل والتقييم آخر الجلسة إن شاء الله، آخر المحاضرة. شكرا لكم. يعطيك العافية أستاذة تغريد، كفيتي وفيتي ما قصرتي. الله طيب يعافيك، أنا تفضلي أفضل براحتك، كمان ننتظر كده 3 دقائق فقط، لأن خذي الحضور راحتك قاعد يجي. براحتك. يس بالضبط، لأنه بيخرجوا من الجلسة وبيدخلوا، بس أكيد حينتظم الوضع ده. أكيد أكيد أستاذة، أهلا وسهلا فيك. خذي راحتك دكتور. أكد على الطالبات والحضور، رجاء ما حد يرسل أي روابط لدورات خارجية أو تليجرام عشان لا يتم إزالته من الجلسة. رجاء نستمتع في المحاضرة، حيجيكم رابط في آخر اللادة من المنسقة أنا أو الأستاذة ليلى حدادي، فقط عشان تسجلوا الحضور ورأيكم في الدورة. شكرا لكم. طيب نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ بإذن الله. طبعا اللي موجود الآن كلهم طالبات دراسات عليا، وفي منهم طالبات تدريب مجاني. أنا أسميكم باحثات المستقبل، وبإذن الله أنتم راح تمسكوا تكونوا أستاذات، معيدات، محاضرات، دكاترة في الجامعة مشيئة الله. اليوم الهدف من أنا أقدم دورة الباراphrasing اللي هي إعادة الصياغة، إن الكل بيطالبنا فيها في الأبحاث وفي كل مكان، إحنا مطالبين بالباراphrasing بالذات طلبة الدراسات العليا. وفي معاناة، لأن أنا كنت ماجستير ودكتوراه وعرفت إيش يعني paraphrasing، إيش يعني معاناتها. لكن هي في الأساس معادلتها سهلة جدا لو فعلا فهمناها. paraphrasing في البداية بيكون صعب، لكن راح يكون من أمتع الشغلات اللي راح تعمليها بحب، والناس كده راح تدور عليك كده بشمعة إنه تعالي فلان عملنا paraphrasing. خلاص، الهدف من اليوم إنه أنا أعطيكم كيف تعمل paraphrasing بكل بساطة من غير تعقيد. خلاص، وبإذن الله تستفيد من الدورة هذه.
طيب ايش الاشياء اللي راح ناخذها؟ راح نتكلم شويتين في انواع البيبرز. انا ما راح ابدا على طول في الديب، لا لازم نشوف الصوره من برا هي عباره عن ايش. ايش يعني بيبرز؟ ايش انواع الاوراق العلميه عندنا؟ ايش الفرق بينها وبين الرساله؟ طب انت بتشتغلي رساله، ليش انا اطلع ورقه علميه منها؟ طب ايش يعني ورقه علميه؟ طيب مين الاولى؟ هل انا اول شيء اكتب رسالتي ولا اطلع الورقه العلميه؟ كمان هذا السؤال جاء في بالي وانا طالبه. ايش الهيكله الاساسيه للساينتفك بيبرز؟ في هيكلة أساسية، في أعمدة بتوقف عليها الورقة العلمية، خلاص؟ إيش يعني paraphrasing؟ إيش أهميته بالنسبة لك أنت؟ مو بس بالنسبة لك أنت، أنت كباحثة علمية لها أهمية كبيرة paraphrasing. إيش هي القواعد الأساسية اللي حنتبعها عفوا عشان نعمل paraphrasing؟ وحنعرف حنعمل اليوم تطبيق عملي للمانوال، حتعملي بيدك وهذا اللي أنا أفضله، والاونلاين paraphrasing. فانتوا حتشتغلوا اليوم بيدينكم، خلاص؟ طيب ايش الشيء اللي انا ابغاكي تخرجي فيه اليوم؟ تعرفي الفرق بين الاوريجينال والريفيو بيبر؟ ايش هذا؟ اول مره نسمع فيه. ايوه، في حاجه اسمها اوريجينال وفي شيء اسمه ريفيو بيبر. انا اتكلم على الاوراق اللي فقط تكون تخصص كليه العلوم، خلاص، والاوراق اللي بتكون في الكليات العلميه زي مثلا كليتكم، كليه العلوم، كليه الطب، كليه الصيدله. الكليات العلمية أنا أبعد تماماً عن الجهات الأدبية أو الكليات الأدبية لأنه لها أنواع ثانية من البيبر، خلاص؟ إيش الفرق بين البيبر والثيسيس؟ هنعرف الفرق بينهم ومين أفضل أنا أعمل البيبر ولا ثيسيس في البداية. طيب إيش هي البيسيك بوينتس حقت البارافريزينج اللي أنا أحتاجها؟ إيش يعني البارافريزينج بالمعنى البسيط جداً؟ أنا في شخصيتي أحب أبسط المعنى، أي شيء صعب أحب أبسطه، لانه في الاخير بعطيك اياها، يعني ابديك الزبده وباك تستفيدي منه وباك تعلمي غيرك ايش يعني paraphrasing. هنعرف ايش المانوال والاونلاين paraphrasing، هنشتغل عليها اليوم. طيب اول حاجه انواع الاوراق العلميه، عندي research paper وعندي الاوريجينال research او الاوريجينال paper. هذا النوع الاول. النوع الاول المقصود فيه الشغل الأصيل. إيش يعني شغل أصيل؟ يعني أنت أول مرة تشتغل الشغل ده، ممكن يكون معيود في جامعة جنبك في الحي اللي جنبك، لكن أنت أول واحدة تشتغلي في المكان وفي الزمان اللي أنت قاعدة فيه. أنت أول واحدة مثلا تشتغلي في المدينة، ممكن كمان ينعاد في جامعات ثانية، ينعاد مثلا أنت قاعدين تشتغلوا مثلا نفرض أنت تشتغلوا على ثدييات، ممكن يكون اشتغلوا على نفس الحيوان في مدينة ثانية، لكن انت اول واحدة تشتغلي عندك في مدينتك. فالاوريجينال يعني الاصلي، يعني انت اول واحدة تشتغلي. عندي الريفيو بيبر، وهذا اللي انتوا دائما بتعملوه احيانا. الريفيو بيبر اللي هو السرد الادبي، تجمع كل المعلومات عن معلومة او عن موضوع واحد وتحطيه ترتبيه فرقة واحدة. فنيجي نمسكهم واحدة واحدة. فالان احنا هنتكلم فقط على نوعين، الريسيرش بيبر اللي هي original أو research paper. في بعض الجورنال تسميه manuscript، المانوسكريبت، خلاص، هو عبارة عن نوع خاص كده من العمل المكتوب، عمل شغل عمل انت اشتغلتي خلاص ومكتوب على ورق. usually بيتنشر published in a specific journal، في خاصة لنشر الأوراق اللي هي journal، اسمها كده journal. Whose purpose to publish this kind of work؟ وظيفته فقط إنه تنشر الأوراق العلمية، خلاص؟ فأنا عندي أول واحد research paper أو عندي original paper أو manuscript، هذه كلها مسميات واحدة، خلاص؟ نوع من الشغل المكتوب يتنشر في الجورنالز أو المجلات، المجلات العلمية، خلاص؟ وحكاية المجلات العلمية هذه في Q1، Q2، Q4، كيف تحكمي، هذه كمان قصة ما راح أدخل تفاصيلها لأنه ما راح تهمكم. ندخل على النوع الثاني اللي ممكن وأنت طالبة بكالوريوس وأنت قاعدة في البيت تقدر تشتغلي ريفيو بيبر ويكلك أوراق منشورة. الريفيو بيبر ما تتطلب أي شغل عملي، فقط تمسكي موضوع تكوني أنت حابته وفعلا تبغى تشتغلي عليه وتشوفي كل الناس إيش سووا على الموضوع ده، خلاص، وتجمعي بطريقة معينة، وبالتالي خلاص تبدأي تجمعي في one paper. فالريفيو بيبر هي ورقة سرد أدبي، فقط تجميع المعلومات generally بشكل عام، هي collecting and summarizing، بتجمعي
بتلخصي موضوع محدد في ورقة واحدة، خلاص بتوضح حالة الموضوع ده للقارئ. يعني مثلا أنا راح أتكلم عن موضوع مثلا تأثير مثلا السلبدين. تعرفوا السلبدين كلكم؟ ما في أحد معي في السلبدين أو البنادول أو الفيفادول. أبغى أشوف تأثير السلبدين أو البنادول. أنا أفضل السلبدين لأنه زميلتي اشتغلت عليه. هأخذ السلبدين وحأجمع كل الأبحاث اللي تكلمت عنه وأشوف تأثيره على القلب وعلى الكلية وعلى الرئة وعلى الدماغ وعلى البشرة وعلى العيون. فأنا جمعت كل شيء يخص السلبدين بس تجميع ورتبته بطريقة في one paper، بس ما اشتغلت نهائيا ولا جزئية عملية، فهو كله تجميع وسرد أدبي. خلاص هذا الفرق بين الورقتين. انتوا عادة بتشتغلوا هذه النوعين، بقية الأنواع ما راح أتطرق لها لأنه ما راح تفيدكم. أنا بكسب وقت أعلمكم كيف تعملوا paraphrasing manually. نيجي لي الفرق بين البيبر والثيسيس. يقول لكم البيبر تعتبر قصيرة وموضوعها محدد. الرسالة حقتك يا عهد مثلا، خلاص، أو يا أماني، رسالة طويلة والموضوع حقها عام. يعني أنا رسالتي كانت 400 صفحة في الدكتوراه، في الماجستير كانت 60 صفحة. خلاص البيبرات من 20 صفحة، أصلا ما تزيد عن 20 صفحة مع الريفرنسز. إذا اشتركت في الملتقى العلمي يقولوا لك البحث ما يزيد عن 20 صفحة مع الريفرنسز، فالبيبرز يعتبر قصير. طيب الشيء الثاني، البيبرز له شورت أبستراكت. خلاص الأبستراكت، تعرفين إيش يعني أبستراكت؟ كأنك جايبة ليمونة وعصرتيها. الملخص هو الأبستراكت. خلاص الأبستراكت كأني عصرت ليمونة واخدت يعني الخلاصة مرة. طيب أما بالنسبة للثيسيس، لا والله ممكن يكون صفحة كاملة، فهو يعتبر long abstract، طويل، صفحة كاملة. وفي بعض البنات أنا أشوفهم يتحايلوا أحيانا لما يكون الأبستراكت صفحتين يقوم يصوروا الخط. فلجنة التحكيم ترى يا جماعة والله تعرف، فحاولي تلتزم بحجم الخط، الهوامش، نوع الخط. اللجنة ترى تنتبه. البيبر يقول لكم هذا short introduction، ما تزيد عن تقريبا حق 20 سطر بالكثير. أما عندنا في thesis رسالتك أنت يا بشاير أو يا داليا ممكن توصل 30 صفحة long introduction، طويلة جدا وحط زي ما تبغي، ما لها حدود. خلاص وفي ناس يحطوها 3 صفحات. طيب البيبر short and general، مختصرة وعامة بالنسبة للماتيريالز والميثود، الأدوات وطرق العمل. ما راح تكتبي كل شيء بالتفصيل، حتكتبي والله الطريقة اتبعتها بناء على فلان، وأصقعي لي الريفرنسز في الأخير. أما بالنسبة لرسالتك تكتبي كل شيء بالتفصيل، very long materials and methods. خلاص الثيسي كوشن كتب فيها بالتفصيل، تعبك الثواني اللي انت قضيتيها في الشغل هذه لازم تدخل كده في الثيسي. بالنسبة للبيبرز على حسب الجورنالز عدد الصفحات، ممكن تكون 20 10 15 ما تزيد أصلا 20 عن 20 صفحة، depend on the journal، الجورنال هي تحدد لك. خلاص أما بالنسبة للثيسيس لا، ممكن توصل 500 صفحة. يعني أنا تقريبا شغلي كان غير الصور كان 400 صفحة، مع صورة توقع يوصل 600 صفحة، فالرسالة طويلة مقارنة بالبيبر. الآن سؤال يا بطلاتي يا باحثاتي، إيش الأفضل، إنك تشتغل البيبر أول ولا تشتغل الثيسيس أول؟ الناس اللي عاوز تتخرج، ها تكتب الثيسيس أول ولا تكتب البيبرز أول؟ تكتب البيبر أول. إيش القناعة الفظيعة هذه؟ يعني قناعة مؤلمة. طيب أنا أقول لكم على مثال أو على حاجة ممكن يعني شوية تقنعكم. لما يجوكم ضيوف أو يكون عندك زواج، تجيبي وجبة لكل واحد ولا تجيبي ذبيحة كاملة وعشرين نفر رز وهم يبدأوا يقسموا؟ بكل بساطة فأنا أشتغل على الثيسس على الأكبر، ذبيحة كاملة لازم يا صالحة. أنا أشتغل على الثيسس، أشتغل على ذبيحة كاملة، أشتغل على عشوة كاملة، بعد كده أبدأ أخذ منها أكثر من بيبر، أبدأ أطلع منها أكثر من بيبر.
رسالتي نشرت منها 6 أبحاث فقط حقت الدكتوراه، فكانت يعني ذبيحة كاملة مندي على قولهم، وخرجت منه حق 6 أنفار، خرجت منه 6 بيبرز. فخذ المسألة خلاص. فإذا تبي تكتبي البيبرز لازم تكون الرسالة حقتك مكتوبة متشيكة عليها، وفصلتي شويتين، قعدتي كده أسبوع أسبوعين ما طلعتي فيها، لأنه أصلا كل ما تقعدي عليها تطلع لك أغلاط. فأمسكي الثيسز شطبي عليها، خلي يشوفوها أكثر من عين خلاص. بعد كده طلع منها بيبرز، ممكن تطلعي عدد كبير من البيبرز من الثيسز حقك خلاص. واضح الفرق بين البيبر والثيسز؟ كده انتهينا منها. ممتاز. نيجي اللي بعده، البنية الأساسية خلاص. إذا ما أنت الآن قاعدة في غرفة حوالينك 4 جدران مثبتتها، البيبرز عندنا 8 أركان لازم تثبتها، من غيرها حيردوا لك المجلة ويقولوا لك لو سمحت أنت لا تفقهي شيئا في الكتابة العلمية. فإحنا عندنا 8 أساسيات بالنسبة للساينتفك بيبر. الورقة العلمية اللي هي أوريجينال بيبر اللي اشتغلتيها بشغل عملي، العنوان والأوثر نيم والأبستراكت والإنترودكشن، مقدمة، الميتيريز والميثود بنفس الترتيب اللي أنا حاطته على فكرة، الريزلت، الديسكشن والريفرنسز. هذه 8 أساسيات كده ثابتة يقوم عليها الساينتفك بيبر أو الأوريجينال بيبر. 5 منها، 1 2 3 4 5 منها تحتاج بارافريزنج، إعادة صياغة. يعني إعادة الصياغة هي دب الأوراق العلمية، أو راح تكوني أنت عندك سرقة علمية. وحقول لكم إيش مشاكل السرقة العلمية، ليش الناس تحاول تتجنبها بشكل كبير، وبالذات الدكاترة عندكم خلاص. فالآن الورقة العلمية بس اللي أنت هتشتغليها 5 أجزاء منها من أصل 8 تحتاج بارافريزنج، يعني لازم نفهم البارافريزنج، يعني هو حاجة فعلا جدية. طيب نشوف النوع الثاني من الورقة العلمية، الريفيو بيبر. الريفيو بيبر احنا قلنا بس مجرد سرد ادبي، راح يكون عند العنوان موجود، اسمك انت باذن الله لما تكتبين موجود، الابستراكت حيكون موجود، والانترودكشن. الانترودكشن هذه حتاخذ تقريبا 15 صفحه على حسب المجله. فاطول شيء في الريفيو بيبر الانترودكشن، المقدمه، طويله جدا لانه ما في لا ماتيريالز، ما في ديسكشن، ما في ريزلت، فكله راح يكون تحت الانترودكشن في التجميع حقتك. أنا كاتبة هنا very long، بالتالي تحتاج paraphrasing. فإحنا لازم نعرف إيش عندي paraphrasing يا جماعة خلاص. طيب نيجي للثيسس حقتك، الرسالة اللي أنت قاعد تكتبيها، عندي عنوان وأوثر، اسمك أنت مثلا نيران ولا دارين، وعندي abstract، وعندي introduction وmaterials and method والresult والdiscussion والreferences. رسالتك أبو 600 صفحة، 99% منها تحتاج paraphrasing، فأنت لازم تعرف إيش عندي paraphrasing. فالبرف ريزنج داخل في جميع البيبرز اللي انت حتشتغلي عليها، واذا حتدخل المجال الاكاديمي واذا حتدخل المجال البحثي لازم تعرفي ايش يعني برف ريزنج خلاص. طيب اللي بعده، وات از برف ريزنج؟ تعاريف كثيره، انا حختصرها خلاص بالمثال ده. انا حختصر ايش يعني برف ريزنج بالمثال ده. انا عندي المثال حق الاساسي هذا، سمية أكلة التفاحة، حلو؟ طيب البارافريز الأول، التفاحة أكلت من قبل سمية وحطيت العالم، هذا واحد. طيب أوكي، واحدة ثانية قالت لي لا أنا مو عاجبني البارافريز الأول، أول بارافريز الثاني، قامت قالت لا سمية قامت بأكلة التفاحة وحطت العالم، نفس المعنى ما غيرت ولا شيء. طيب واحدة ثالثة تقول لي لا أنا مو عاجبني خليني أغير، قامت قالت لي سعاد ذكرت في عام 2020 أن التفاحة أكلت أو التفاحة تم أكلها من قبل سمية، نفس المبدأ ما أتغير شيء. طيب واحدة رابعة قالت لي لا أنا أبغى أغير بشخصيتي أنا، فقالت سعاد وجدت في عام 2020 أنه تم أكل التفاحة من قبل سمية. هذا البارافريزنج بكل بساطة، أنك تعيدي صياغة الكلام لكن بنفس المعنى، تعيدي صياغة الكلام بناء على شخصيتك، بناء على شخصيتك وفهمك المعلومة، لكن ما يتغير المعنى. هذا مثال جدا بالعربي واضح أتوقع. طب نشوف التعريف، إيش تقول التعريف؟ التعريف يقول لك our own idea
ثقتك انت، شخصيتك انت، of what someone else has written، في كلام ثاني كاتبه شخص خلاص لكن في نفس المعنى خلاص. their idea and written in your own word، يعني كلام شخص ثاني لكن انت تكتبيه بشخصيتك انت. طيب الشيء الثاني شو يقول؟ يقول written in different form، تكتبي نماذج مختلفة أو أشكال مختلفة عن النص الأصلي اللي أنا وريتكم إياه حكسمية، in vocabulary and style but بشخصيتك، كلمات مختلفة ممكن، style مختلف، لكن the same idea، الفكرة ما أتغيرت خلاص. فأنت لازم تقرأ النص وتفهمين في راسك إنه ترى هذه فكرته، بالتالي أنا بغيرها بشخصيتي. هذا paraphrasing بكل بساطة، إنه أنا أغير في إعادة صياغة لكن بنفس المعنى. واضح الparaphrasing إيش يعني؟ واضح يا بناتي؟ تمام. نجي الآن ليش يعتبر الparaphrasing صعب بالنسبة لكم أنت كطالبات، سواء كان طالبات دراسات عليا، بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه، يعتبر صعب. في البداية صعب لكن مو مستحيل. أكبر تحدي بينك وبين نفسك إنه أنت تنتجي ورقة علمية منشورة. ما راح أقول لك في هاي إمباكت فاكتور، لا، بس إنك تنشريها إن شاء الله تكون في بوينت واحد الإمباكت فاكتور حقها. هذا أكبر تحدي يخلي راسك مرفوع بين الناس. بينك وبين نفسك كده تحسي واو أنا عملت حاجة عظيمة، لأنه مو أي أحد يعرف ينشر ورقة علمية ترى يا جماعة، مو أي أحد يقدر يكتب ورقة علمية. أنا أعرف دكاترة، والله دكاترة ما يعرف يكتب ورقة علمية، يرموا الشغل على غيرهم لأنه صعب لكن مو مستحيل خلاص. ليش يعتبر بالنسبة لكم كتابة الورقة العلمية دفكت بالنسبة للطلاب أو الطالبات الستودنت؟ واحد، صعب عليكم اللي هي المرادفات، المرادفات صعب. إنك مثلا هوليدي، أعطيني مرادف لها، أعطيني مرادف لها، هتاخذ وقت صح. أنا أقول لك vacation، من فين جات؟ ما جات كده مربن فجأة، لا، أنا اتطرقت للكلمة هذه أكثر من مرة خلاص. ففي مشكلة عندكم في المرادفات، ما تجيبوها بطريقة صحيحة خلاص. to change word، عشان تغير الكلمة لازم يكون في مرادفات صح سهلة، يعني زي vacation، زي مثلا holiday، هي نفسها واحدة. طيب difficult to understand unfamiliar terms، بمعنى لما تمسكي ورقة علمية في مصطلحات كده ما هي معروفة، unfamiliar، فصعب بالنسبة لكم إنكم تفهم المصطلحات هذه، فلازم يكون عندك خبرة عشان تفهم المصطلحات هذه. unable to restructure sentences، إيش يعني restructure sentences؟ بمعنى إنه إعادة هيكلة الجملة، في البداية تقلبيه في النهاية والنهاية تقلبيه في البداية، فصعب عليكم إنكم تغيروا من هيكلة الجملة. هيكلة الجملة إيش يعني؟ هيكلة الجملة يعني تقلبيها، اللي في البداية تجيبيه في النهاية والنهاية تجيبيه في البداية، لكن في الأخير same meaning، نفس المعنى خلاص. طيب no idea on how to paraphrase text effectively، ما يكون فعالية أو ما يكون النص اللي أنت عملت له paraphrasing ما يكون قوي، في كده لما نيجي نقرأ نحس إنه في خلخلة في الموضوع. فالparaphrasing لازم يكون effective، يعني يكون يعني في فعالية، في يعني يكون الجملة تكون قوية خلاص. وطبعا هذه يبغى لها خبرة، يبغى لك أكثر من مرة تكتبي، أكثر من مرة تحاولي، أكثر من مرة تقرأي، يبغى لها ممارسة. كتابة الأوراق العلمية يا بناتي مهارة، زي الناس اللي ما تعرف تطبخ، تدخل المطبخ تخبط وترجع في اللحم وفي الرز إلين ما خلاص، بمجرد ما تدخل المطبخ في ثواني تعمل الطبخة. الparaphrasing مهارة، فلازم أكثر من مرة تحاولي فيه. خمسة، lack of vocabulary، في نقص في عندكم في الفوكابلري، في المصطلحات. طبيعي أنكم طالبات، هذا مو عيب، أنتم طالبات. lack of paraphrasing practices، في نقص أو في قلة في عملية practice، التمرين. أنا في الدكتوراه طبعا أنا ما نشرت في الماجستير، ولا أعرف إيش يعني نشر في الماجستير. للأسف دكتورتي هي تكفلت بالموضوع ونشرت من غير ما أدري، وأنتهى وآخر شيء قالت لي هذه الورقة العلمية حقتك. أنا ما حبيت لأنه أنا أحب أشتغل بيدي. في الدكتوراه
شيك دكتوري، قلت له معلش انا ابغى افضل كده ترم وابغى اتعلم كيف انشر اوراق علميه. في البدايه كان الموضوع مره صعب فعلا، كنت اتخبط واروح واجي الين ما خلص الترم وانا ناشره ثلاثة أوراق علمية نشرت نهاية الترم. فلا تقولوا لي الموضوع يحتاج سنين، أخذ مني شهرين، بس فعلا كنت أبغى قلبا وقالبا أتعلمك، يعني أتعلمك إنه في الأخير هذه مهنتي، أنا أكاديمية فهذه مهنتي لازم أتعلمها. فهذه ما هي مشاكل أنت تمر فيها، هي difficult، صعوبة، بس لازم تعرفي إيش هي منطقة الصعوبة عندك. أنا زمان سمية لما كانت طالبة في الدكتوراه كان عندي مشكلة في براكتس وكان عندي مشكلة في ريستراكشر، هذه كانت في مشكلة عندي، لكن الباقي لا كان سهل بالنسبة لي. فأنت لازم تحددي المشكلة عندك، إذا حددت المشكلة راح تعرفي كيف تحل يعني تعالج المشكلة هذه. فهذه أكثر الصعوبات، وهذا يعني شغل الريفرنس حقها اللي حصلته في بيبر وحبيت إني أحطها. What is important، إيش هو why it's important to the student and research، ليش يعتبر مهم لك أنت كطالبة دراسات عليا؟ واحد، هتفهمي الفكرة العامة للمعلومة، فأنت كده حصلتي معلومة. المعلومة يا جماعة في الزمن ده بفلوس، خلاص المعلومة في الزمن ده بفلوس، بمعنى أنت لو عندك معلومة راح تزيد قيمتك، ولو زادت قيمتك راح يزيد الطلب عليك، خلاص هذا شغل إدارة أعمال. المعلومة بفلوس، كيف؟ لو عرفتي معلومة وعرفتي معلومات، الناس دائما لو تعرف معلومات الناس تقرب منها لأنه عندها معلومات، فأنت حيزيد تزيد قيمتك وحيزيد الطلب عليك من البساطة. بكل بساطة improve your writing skills، راح تحسني من writing skills حقتك اللي هي academic writing skills، راح تخزني وراح تعرفي العديد من الفوكابلري. واو يا سلام، you will be valuable person in academic writing. هذا غير وإحساسي أنا الشخصي أنا لما طلعت من تحت يدي أول ورقة علمية حسيت بفخر وحسيت بإنجاز، حسيت بسعادة، حسيت أنه أنا أنجزت حاجة، خلاص أنا عملتها. فالإحساس الداخلي هذا أنا أتمنى لكم توصلوا له لأنه فعلا سعيد. ولما توصل الإحساس ده ترى ما رح توقفي، راح تشتغلي في النشر لأنه راح تحبيه، وأصلاً الشغل في النشر جداً ممتع فوق ما تتخيلوا. هذا لحاله غير الكلام ده، في إحساس بالتحدي بينك وبين نفسك وبالإنجاز إنه أنت راح توصل ووصلتي، خلاص. طيب ندخل على الشغل العملي، المانوال بارافريزينج. انا ابغاكم تتعلموا على المانوال، وانا ما راح اتكلم ترى عن الاونلاين لانه انا ما احفزه، مشاكله اكثر من محاسنه صراحه. فالمانوال بارافريزنج سهل اذا فهمتوا، يعتمد على 5 اشياء 5 R عشان تعملي بارافريزنج. هذه تحفظيها باذن الله كده تعلقيها زي الحلق، خلاص. 1 reword، ايش يعني reword؟ لما يكون عندك جملة راح تغير من الكلمات لكن راح تحافظي على السيم مينينج، زي vacation هي holiday، أنا حشيل vacation وأحط holiday، أنا كده عملت reword، إعادة الكلمات أو إعادة تغيير الكلمات، خلاص، لكن بتحافظ على المينينج. هذا 1. 2 rearrange، إعادة الترتيب أو إعادة التغيير، بمعنى إنك تغيري في الجملة، خلاص في البداية تجيبيها في النهاية وفي النهاية تجيبيها في البداية، rearrange تعملي ترتيب، تغير الكلمات تغير sentences لكن same idea نفس الفكرة تكون موجودة. هذا 2. 1 reword، 2 rearrange، 3 realize. الآن المثال اللي أنا حطيته حق سمية أكلة التفاحة، في حاجتين ما تغيرت، إيش هي؟ ها حقت سمية أكلة التفاحة، في حاجة ما تغيرت. أوكي، العالم موجود، الفاعل والفعل، ممتاز، سمية والتفاحة. ففي بعض الأشياء لازم أنت تكوني ريالايز، مدركة إنها ما تتغير نهائيا، تنحط زي ما هي، الأيام، الأسماء،
التواريخ، العناوين، في أشياء كثيرة بتكون ثابتة أصلا، بمجرد ما تقرأ الجملة حتعرف إنه والله هذا ثابت خلاص. فكل الستة تقريبا برا الفريزنج اللي عملناها حق سمية كرة التفاحة، الستة كان فيها سمية والتفاحة والعالم والتاريخ خلاص، فلازم تعرف إن في أشياء ما تتغير. طيب ريتشيك، إيش يعني ريتشيك؟ يعني اقرأ النص الأصلي الأوريجينال تكست مع النص اللي أنت عملتي له بارافريزنج، إذا والله شفتيهم نفس المعنى أنت كده 100 100 خلاص. آخر شيء ريفرنس، حط المرجع حقك، أي شيء من غير مرجع يعتبر سرقة علمية. ليش الناس تخاف من السرقة العلمية؟ يخافوا من الفضايح الناس، صح؟ الناس تبعد عن الفضايح. الآن في مواقع في النت للناس اللي عندها سرقة علمية، ممكن تكون أنت مش أنت اللي ناشرة، صاحبتك مثلا ناشرة عنك أو زميلة ناشرة عنك، فجأة زميلتك وهي يعني ما هي مركزة وعملت سرقة علمية وهي ما هي يعني تنتبه للشيء ده، نحط اسمك أنت يا فلانة مع مثلا في الموقع ده أنه أنت عندك سرقة علمية بالنسبة لفلانية، هذه فضيحة، فهذه بترتب عليها أشياء مرة سلبية. وفعلا في ناس الآن بتشد على موضوع البارافريزنج لأنه بيسبب مشاكل لسمعتهم وللترقيات ولشغلات مرة كثيرة. فإحنا مو حلو حقنا أن إحنا نكون لصوص أو عندنا سرقة علمية خلاص. فبكل بساطة البارافريزنج 5 شغلات، تعملي إعادة للكلمات reword، إعادة لتغيير خلاص ترتيب النص rearrange في أشياء ما تتغير، ارجع مرة ثانية اقرأ النص الأصلي ونصك اللي انت عملت البارافريزنج وحطه في قفل. إذا مشيتي على 5 شغلات هذه انت في السيف سايد. واضحة ال5 شغلات الآن؟ هذه اللي حنشتغل عليها، واضحة؟ واضحة يا سمية؟ طيب نبدأ ستيب باي ستيب. 1، حتقرأي الباراجراف أكثر من مرة. على فكرة كل ما كان الباراجراف صغير، يعني كل ما كان كبير، حاولوا أنكم تقسموه، هيسهل لكم في عملية البارافريز. بعدين بإذن الله لما تصيروا بإذن الله معيدات محاضرات ودكاترة، حتمسك صفحة كاملة حتعمل البارافريزنج في ثواني، خلاص حيكون عندك مهارة. فواحد، إذا كان عندكم جمل طويلة قسموها إلى جمل صغيرة، هذه نصيحة من التجربة. فأقري الجملة أو أقري الباراجراف أكثر من مرة حتى تفهم المعنى. أساس شغلك إن تفهم المعنى. 2، اتأكدي من الكي بوينت اوف ذا باراجراف، ايش هي النقاط الأساسية؟ هل هي جملة جملتين؟ هل هي معلومة معلومتين؟ اتأكدي ايش النقاط الأساسية للباراجراف. يعني مثلا سمية أكلت التفاحة، كان عندي معلومة واحدة ان ترى سمية هي اللي أكلت التفاحة بس، بعد كده انا قدرت اغير بشخصيتي. هذا 2. 3، اتعرفي على الكلمات المهمة وحطي تحتها خط. في البداية حطه تحت خط أو بالفلوماستر، بعدين حتبدأ على طول تدرك إنه هذه كلمة لا هي الأساس وأبدأ أنا أغير عليها. ففي البداية لا، حط الكلمات الكيورد إحنا نسميها الكلمات المفتاحية الأساس، حطه تحت خط زي ما إحنا قلنا عندي سمية والتفاحة. change them to the words with the same meaning، غيريهم إلى كلمات ثانية لكن مرادفات خلاص. 5، restate the meaning، ارجعي اعملي restate بمعنى اعملي تغيير في هيكلة الجملة، اقرأيها مرة ثانية، اقرأيها مرة ثالثة، اقرأيها مرة 10، مو عيب ترى، احنا الدكاترة كده نقول ترى مو عيب انك ما تفهم الجملة من مرتين من 3، احنا توصل معانا 10 ممكن نقعد ترى ربع ساعة في جملة، ما هو عيب، احنا الدكاترة بنعمل كده خلاص. use different grammar مثلا الماضي المضارع، هذه كلها نبدا نستخدمها، المبني للمجهول. compare the original paragraph with your own writing، حتقارني الاوريجينال تكست بالبارافريزنج حقك خلاص. جاهزين للشغل العملي؟ الان حنبدا للشغل العملي. كيف ما قلت لكم تحطوها قدام عينكم، انا هذه حتكون موجوده في كل الإجزامبل اللي احنا حنشتغل عليها. إجزامبل 1، الأوريجينال باسج حقي يقول إيش؟ يقول سمية traveled to Jeddah for the holiday. حقراها مرة ثانية، سمية traveled to Jeddah for the holiday.
اذا انت ما تركزي بصوت عالي اقريها بينك وبين نفسك، اذا انت والله ما تركزي بينك وبين نفسك اقريها بصوت عالي عشان تسمعها اذنك. هذه معلومه يعني مش الكل يعرفها عن نفسه. خلاص، سمية travel to Jeddah for the holiday. ايش الكلمات الاساسيه اللي ما تتغير؟ سمية صح، ما تتغير. جدة ما تتغير صح. طب ايش الاشياء اللي ممكن تتغير عندي؟ travel ممكن تتغير صح، تتغير ولا ما تتغير؟ تتغير. طيب holiday تتغير، ممتاز، وصلنا اللي احنا نبغاه. نيجي شو نعمل paraphrasing. سمية went to Jeddah for her vacation. نفس المعنى، غيرت went وغيرت holiday، لكن سمية موجودة خلاص وجدة موجودة. طيب اوكي، انا ما عجبتني الجملة هذه، ابغى اشوف جملة ثانية. سمية will be spending her holidays in جدة. نفس المعنى، سمية موجودة وجدة موجودة، بس اللهم غيرت في الافعال والمسميات، الاشياء اللي تحتاج تغيير. خلاص، سمية will be spending her vacation in جدة، ما عجبني ابغى اغير. فالجملة القصيرة بس بيطلع منها ثلاثة، فما بالكم بالطويلة، حتطلع منها paraphrasing اكثر. فأنا هنا واحد عملت قريتها اكثر من مرة، انه المعلومة الأساسية انه سمية راحت لجدة للإجازة، خلاص انا عرفتها. اللي بعده، ايش هي الكلمات المهمة؟ حطيت تحتها خط، بعد كده غيرتهم، بعد كده عملت الجملة إعادة هيكلة، استخدمت جرامر مختلف زي في الأخيرة هنا. ممكن أنا أقارن الجملة حقتي بالجملة الأساسية، وبالفعل أنا قارنتها ولقيت إن هي same meaning. خلاص، هذا اللي قاعد يصير في الparaphrasing. الآن نبدأ نمسك ورقة علمية وأوريكم كيف يصير الparaphrasing. هذه واحدة من الورقة العلمية اللي أنا نشرتها. خلاص، وش أنت بتسوي كده؟ بتقول لك الدكتورة نزلي أبحاث عندك وخدي منها المعلومات اللي خاصة بموضوعك. هذا البيبر عندي وهذا الموضوع اللي أنا أبغاه. طيب إيش الجزئية اللي أنا أبغاها والله يا سمية؟ أنا أبغى الجزئية هذه، مش إحنا نأخذها كوبي بيست صح من البيبر؟ نأخذها كوبي بيست. فأنا عندي هذا البيبر introduction، أنا أخذت كوبي بيست من عند النقطة، من عند American Cockroaches، شغل الصرصار الأمريكي. خلاص، إلين الجزئية هذه، إلين العالم، أخذتها كوبي بيست. طب إيش سويت؟ كيف عملت paraphrasing؟ قلت والله الأمريكان كوكروشز maybe become pissed at homes after being introduced in carton grocery bags and containers فلان فلان. هذه الجملة اللي أنا أخذتها copy paste، عملت لها paraphrasing. قلت فلان الفلاني mentioned، ذكر إن والله الصرصار الأمريكي ممكن إنه يصبح آفة حشرية عندما يدخل المنازل عن طريق الكرتون وأكياس الجروسري والكونتينر. same meaning. طيب ما عجبتني، نروح للي بعده. بيري بلانيتا امريكانا اللي هو نفسه. طيب من فين جات هذه بيري بلانيتا امريكانا؟ ايش هذا؟ من فين جاني؟ مو موجود هنا، من فين جبتيه لو سمحتي يا دكتوره؟ هذا عباره عن الاسم العلمي للصرصار الامريكي. خلاص، الصرصار الامريكي بيري بلانيتا امريكانا يعتبر انسكت بيست، افه حشريه عندما تدخل المنازل عن طريق الجروسري الباجز والكونتينرز والكرتون. لاحظوا انا غيرت الترتيبه هنا بكل بساطه. same meaning، هذا المفروض يصير معاكم انتو كطالب دراسات عليا او بكالوريوس في عمليه paraphrasing. تاخذي النص زي ما هو، بعد كده تبدا تغيري فيه. خلاص، عارفين ايش تحتاجوا؟ تحتاجوا كده جلسه روقان، وتحتاجوا مكان ما في ازعاج والدماغ فاضي، معاكي كاسه القهوه. خلاص، وتبدا تشتغلي في paraphrasing. لازم له دماغ فاضي كده، ما في اي ازعاج. طيب، واضحه الجزئيه هذه؟ هذه واضحه؟ واضح؟ خلاص، احنا سوينا؟ قريتها اكثر من مره، شفت المقصود من المعلومه، حددت الكلمات الاساسيه. خلاص، بعد كده غيرت الكلمات، عملت ريسيت، بعد كده استخدمت different grammar، وبعد كده قارنتها بالجملة الأساسية، ما في أي تغيير. same meaning للجملة أو الباسج. خلاص، هذا الparaphrasing. نيجي لي شغلكم، خلوني بس أتأكد فيه. أوكي، لا لسه. طيب،
والله نفس الورقة العلمية في معلومة ثانية أنا حبيتها. يقول لكم there are no documented cases directly linking cockroaches to any human and animal diseases. ما في أي معلومات أو وثائق تربط إنه ترى الصرصار هو المسؤول عن نقل الأمراض للإنسان والحيوان. هذه المعلومة الأساسية. خلاص؟ طيب there are no documented cases كذا كذا. أنا عملت له paraphrasing. العالم هذا يعتبر يتغير ولا ما يتغير؟ يلا قولوا لي. ما يتغير. طيب ادوني الكلمات اللي ممكن انه هي ما تتغير في السطرين الاولى. في شغلتين ما تتغير. ايش؟ ها مين تقول لي؟ الانسان والحيوان. اوكي ممتاز. human and animal. ايش كمان عندي؟ كروشر صح؟ هذه ما تتغير. نبدا نلعب في بقيه الكلام. document ممكن اغيرها. cases ممكن اغيرها. directly linking ممكن اغيرها. diseases ممكن اخليها pathogens. هذه كلها ممكن تتغير. طيب فلان الفلاني reported. انا هنا عملت فيه ايش؟ use different grammar. reported that there are no direct situations. ما في حالات. انا ما ابغى كيس، انا ابغى situation مرتبطة بالكوكروشز to any human and animal pathogens. same meaning بس الله أمر شخصيتي. نيجي اللي بعده. فلان الفلاني found وجد إنه there are no human and animal diseases. عكست شقلبت هنا. إيش سويت أنا؟ restate there are no human and animal diseases linked مرتبطة أو متصلة بالكوكروشز. معلومة ثالثة ممكن أحطها بدل كوكروشز أخليها American cockroaches. أبدأ بلانيتا أمريكانا. ففي مساحة، في يعني في مجال انك تلعبي في السنتنس لكن تحافظي على المعنى من غير ما كيف. طيب انا بالنسبه للاسئله راح اجاوب عليها في الاخير. خلاص. طيب نفس البحث حقي. خلاص يقول لك قبل فلان اتقال stated that mint oil النعناع يعتبر توكسيك للصرصار الامريكي في التوبيكال ابليكيشن. ممتاز. المعنى انه ترى زيت النعناع سام للصرصار الامريكي. هذا المعنى، النعناع سام للصرصار الامريكي. اذا انت تفوتي المعنى اكتبيه كده بالعربي فوق الجمله عشان ترجع تقارني بين الجمله حقتك اللي عملتي لها بارافريزنج مع الاساسيه. طيب يلا الان يا بطلاتي هذه الجمله اعملوا لها بارافريزنج. يلا الان أبغى أديكم بس 5 دقائق. 5 دقائق أبغى كل واحدة تكتب لي الجملة كاملة، لأنه حاخذ كوبي بيست وراح أدخله برنامج الاستلال وأشوف هل أنت عملتي سرقة علمية ولا لا. الموضوع ما عليه درجات. أغلطوا الآن ولا تغلطوا في بحثكم ولا تغلطوا في رسالتكم. يلا ناخذ الآن 5 دقائق. طبعا تكتبوا لي بالعالم بالاسم الحشرة بكل حاجة، لا تقولي لي لا أنا بعدين أضيف العالم، لا اكتبي لي الباراثريزين كامل. خلاص
طيب خلص 5 دقايق. عبير، هاي عبير، ليه يا عبير؟ ليه يا عبير ما في ريفرنس؟ الآن عبير كوبي بيست اللي بعدها سمية كنترول سي كوبي بيست اللي بعدها عندي أماني كنترول سي هود كنترول سي يعني كوبي وعندي آخر واحدة هاخدها اللي هي سارة اللي هي سارة. كده الآن أخذت أكثر من جملة. أنا حعمل شير سكرين عشان أوريكم البرنامج اللي الجامعة بتعتمده في عملية في برنامج معتمد. هذا البرنامج هو اللي بتبحث عن طريق رسائلكم. شايفين الشاشة الآن؟ شايفين الشاشة؟ يس الآن دكتورة واضحة. واضحة طيب ممتاز. أوكي. هذا برنامج أيثنتيكيت. هذا برنامج أيثنتيكيت. شايفينه؟ هذا المعتمد عندنا في البرنامج. أكون دخلوا للمايكات. اوكي برنامج الايثنتيكيت هذا المعتمد في الجامعه عندكم في جامعه جده. اللي صار انه انا عملت ملف بهذا البروفريزنج حقكم، هعمل ابلود لنفس الملف ذا خلاص، هاسميه 4 انه احنا في فقره 4 choose file نقفله. هحمل وحنشوف نسبة الاستلال، هل في نسبة استلال ولا لا؟ خلاص طيب إلى هنا عبال ما يتحمل هياخد وقت تقريبا، هنكمل على الجزئية الثانية. تمام طيب حسيتوا صعوبة؟ حسيتوا في صعوبة في الوضع؟ هل كان في صعوبة؟ ممتاز. شوي في البداية شوي، لكن هتاخد يدكم الآن على الشغل. طيب نشوف الآن عبال ما يتحمل الملف ندخل اللي بعده. احنا خلصنا فقرة 4، هنا 3، هنا 4، خلاص نشوف الآن نشوف نسبة الاستدلال. ندخل على 5. أوه الآن عندي كم مرجع؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، 20 مرجع. واو هذه مشكلة؟ لا ما هي مشكلة. الآن هديكم كمان 5 دقائق. الفكرة تقول إن البلانت أويلز أند مينيتر كنويت كومبوننت المركبات والزيوت العطرية أو النباتية والمونيتر كنويت حقتها are selective chemicals and bioactive as a group of insect control. تعتبر نور معنا على الخط لسه. Selective chemicals تعتبر chemicals اختيارية أو مواد كيميائية اختيارية and bioactive أشياء عضوية خلاص فعالة as a group of insect control agent تستخدم ضد الحشرات. وعندي أكثر من مرجع. طب في دي الحالة إيش حتسووا؟ مين تقول لي؟ في دي الحالة إيش حتسووا؟ مرجع واحد أو 100 مرجع ما يفرق، ممكن تاخذوا كل المراجع، ممكن تاخذوا واحد، ممكن تاخذوا اثنين، ممكن تاخذوا ثلاثة. احنا عادة ايش نسوي؟ الافضل ننصح فيه طالباتنا في الدراسات العليا نقول لها خذي الاحدث. انا ما عاد ابغى 1900 خلاص، انا ابغى 2000 خلاص. فالافضل انك تاخذي الاحدث. واضح؟
أحدث مرجعي. يلا الآن كمان حديكم 4 دقائق، خلاص أول كانت 5 دقائق، الآن صايرين تعرفوا تشتغلوا، الآن حديكم 4 دقائق و55 دقيقة ترسلوا لي البرافريزنج. يلا 4 دقائق. طيب بالنسبة للناس اللي يبغوا المحاضرة مسجلة ويحتاجوا المادة العلمية، أنا عندي قناة في اليوتيوب بأشرح فيها طريقة الكتابة العلمية، وبأشرح فيها أشياء خاصة بالأحياء، وبأشرح فيها يعني كل الدورات اللي أنا بشرحها بنزلها في قناة في اليوتيوب، خلاص؟ فحخلي بإذن الله في سبب التغريد ترسل لكم الرابط بمجرد ما تنزل المادة العلمية في القناة، خلاص؟ أوه ما شاء الله، في ناس لدين ما شاء الله، واحد لدين ممكن أقدر أنزل تطبيق الاحتلال عن طريق موقع الجامعة. للأسف التطبيق هذا مش تطبيق، البرنامج أي ثينك تيت خاص بعضها هيئة التدريس بالدكاترة بس، لكن في برامج كثيرة، في أصلا أبليكيشن تطبيق في الجوال اسمه بارافريزنج تقدروا يعني تستخدموه. مو فاهمة معنى الجملة عشان أقدر أعيد صياغتها، صح يا ختام؟ الجملة ما هي تخصص، أنا أتكلم على تخصص، صح؟ أنت الآن ما عندك مشكلة، ما عندك مشكلة يا ختام، أنت الآن صح عرفت إنه هذه ما هي تخصصك، وبالتالي ما أنت قادرة تترجميها، خلاص؟ إيش هو البرنامج؟ أنا أتكلم على Authenticate، هذا خاص بأعضاء هيئة التدريس، لكن في تطبيقات أكتبي بس أونلاين Paraphrasing، خلاص؟ أو عفواً البلجيريزم أونلاين، وفي تطبيقات أصلاً لو كتبت في جوجل أو حتى في الأبس يطلع لك، بس خلونا نخلص من المانوال بعدين ندخل على الأونلاين أفضل. طيب هذه عهود وكمان سمية، ممتاز. كمان احتاج جملة، يلا باقي دقيقة. صح ايوه يا حنان، او المشرفة اصلا تعطيكي اليوزر الايثنتيكيت، المشرفة نفسها تعطيك اليوزر مشرفتك. طيب غيداء لطيفة حنقفل على هنا. عندي لطيفة الآن هنحطها في البرنامج نشوف نسبة الاستفادة. الآن الملف الأول نسبة الاختلال في 35، أنا حوريكم الاختلال كيف يطلع عشان تشوفوا كيف طلعنا نحن كدكاترة. حوريكم الآن حوريكم كيف طالع لي نسبة الاختلال، خلاص الآن هذا البرنامج واضح الشاشة،
واضحة، ممتاز. هذا الملف الأول حقكم طلعت نسبة الاستلال فيه 35، مرة عالية. طب نفك ونشوف. في بعض الكلمات أخذتوها زي ما هي، طبعا كل واحدة أدرى بالجملة حقتها. لاحظوا أنتم سرقتوها من البحث حقي اللي هو شعراوي اسمه شعراوي افكت او كذا كذا، نسبة الاستلال 35% او هنا واضحة. الأحمر يعني نفسها نصا مأخوذة، خلاص؟ فلازم تتغير إلى مصطلحات ثانية. فأنا عندي الجملة الأولى والثانية والرابعة الخامسة عفوا والسادسة، هذه كلها يبغى لها تغيير مرة ثانية، وورد، خلاص؟ يبغى لها ري وورد إنكم تغيروا الكلمات. هذه بكل بساطة برنامج الاستلال، اطلع لنا بالطريقة، خلاص؟ طب نشوف الملف الثاني إن شاء الله يكون طلع لسه بروسيسنج. خلاص؟ هذا بالنسبة للملف الأول، وانتظر إن شاء الله الملف الثاني. طيب، نرجع نكمل شغلنا على الملف. إحنا خلصنا 4 وخلصنا 5، الآن حندخل على 6. ستة، أنا عجبتني الجملة هذه مرة، حبيتها. Essential oils and minerals and oils components degrade quickly and some are very pest specific and relatively safe. كده 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 كده. في ملاحظة هنا. مين البطلة اللي تقول لي في ملاحظة هنا؟ الجملة تبدأ من هنا. لا، ما هي طويلة. الجملة تبدأ من هنا إلى هنا. مين البطلة اللي تلاحظ الملاحظة؟ يبقى ضفية درجات كان عطيت بونسات. إيش يعني ريفرنس؟ إيش يعني مرجع؟ ما فهمت. ما في، هذه ما من هنا. من هنا تبدأ. خلاص نقطة بدأت جملة جديدة وهنا انتهت. ممتاز يا صالحة. ما في مرجع. طب هنا في الحالة هذه ايش تسوي؟ لو الجملة تبغيها وتبي تعملي لها بارافريز يا بلقيس، ايش حتسوي؟ مين المرجع اللي حتضيفيه هنا؟ كاتب البيبر نفسه. كاتب البيبر نفسه، يعني انا حنحط اسمي انا في البيبر. وضحت؟ هذه مشكلة كمان طالبات دراسات عليا كثير يطيحوا فيها، تجي تقول لك طيب يا دكتورة ما لها مرجع، أنا ما قدرت أحطها. أنت حتحطيها، لكن حتحطيها بناءً على العالم هو حط الجزئية هذه لأنه شاف في أثناء تجاربه أنه فعلاً هذا اللي قاعد يصير. خلاص؟ فإيش المرجع اللي نحط هنا؟ حنحط اسمي أنا في الأخير أو صاحب البحث. طيب. خلاص. إيش أكتب ما فهمت؟ يعني هذه الجملة خلاص ما لها مرجع، هي نفسها كوبي بيست. المفروض يكون نهاية المرجع سمية شعراوي 2018 اللي هو أنا صاحب البحث نفسه، الكاتب الباحث حق البحث الأساسي الكبير نفسه. فهذا يكتب كمرجع، لكن ما تكتبيه من غير مرجع. لو كتبتيه من غير مرجع يعني يعتبر أنت المرجع حق الكتابة هذه، فلازم يكتب الريفرنس حق البيبر نفسه. خلاص الآن 8:05، أديكم 5 دقائق ولا أديكم 3 دقائق؟ 3 دقائق، يلا تحدي. وكانت 5:04، الآن 3 دقائق، أعمل بارافريزنج.
طيب حاضر، البيبر كان 2018 إذا ما خاب ظني، يعني بس أتأكد منه. كمان أنا قصيته، إيه هنا موجود، شايفينه تحت؟ 2013، 2013 خلاص، هذه 2013. يلا اثنين، باقي دقيقة واحدة. ما شاء الله يا عهود بطلة. واحد عهود، ما شاء الله لا قوة بالله. طيب ستة، باقي عهود أخذ كمان واحد. ممتاز ممتاز، كمان ممكن أنا 3 دقايق كده ثبتت كده، أنا هوقف وهعمل أبلود للفايل. صح، الفايل بعد كده هختار الملف السادس وهعمل أبلود وهنتظر يتحمل. ممتاز 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 ممتاز. ليش أنا قاعد أقول ممتاز؟ لأنه الفايل الثاني اتعلمته ونسبة الاستلال فيه زيرو، فلازم تشوفوا شغلكم واجتهادكم. ولما أقول لكم إن كل شيء يبغى له براكتس، يعني يبغى له براكتس. هذا الملف الأول رقم 4 كانت نسبة الاستلال 35، بعد كده يدكم أخذت على الشغل نسبة الاستلال 0. طب لما أفك الفايل فين نسبة الاستلال؟ ولا حاجة، أبيض يا ولد. There are no matching sources for this report. أنتوا كده قدرتوا تعملوا بنسبة 100% paraphrasing. بس تحياتي. شوف الملف اللي بعده، فأنا أتمنى إنه ما يجلطني ويطلع أعلى من 35، عبال ما ينتهي حياخذ وقت. جميل جدا، جميل جدا. نسبة الاستلال حبيبتي أصايل تختلف من كلية لكلية. ما ينزل اطلب من دكتورتك يكون عندك يوزر، يا ولا خلاص اطلب من دكتورتك. طيب هنرجع للعرض حقنا، طيب احنا كده خلصنا رقم 6، هذا بإذن الله رقم 6، انتظر بإذن الله تطلع النتيجة وأرسلكم إياها. الآن مين اللي يعطيك الفيدباك حق الباراثريزنج؟ مين الآن قاعد يقول لك واو يا أصايل، واو يا شدة، واو يا ولاء، أنت ممتازة في الباراثريزنج؟ أنا؟ هل أنا اللي أقول لك المشرفة، ولا حتى المشرفة تقول لك يا ولاء؟ حتى المشرفة ما تعرف. مين اللي يقول لك؟ البرامج، فقط البرامج، حتى مشرفتك بترجع للبرامج. لا السوبرفايزر، لا مش السوبرفايزر، ولا حتى صديقتك، ولا حتى مايكروسوفت اوفيس، ولا حتى اي شيء من الهلم ده. خلاص اللي يعمل لك اللي هي برامج الاستلال، بلجيريزم بروجرامز، بلجيريزم بروجرام المعتمد في جامعه الملك عبد العزيز وفي جامعه جده وفي اغلب الجورنالز اللي بتعمل الاستلال authenticate. خلاص ايوه، في برامج ثانيه كطالبات يعني بكالوريوس، في مجرد ما تكتبوا plagiarism program
تطلع لكم برامج أونلاين بالهبل، تطلع برامج أونلاين بالهبل، لكن كطالبة دراسات عليا لازم لازم خلاص أيدنتيكيت. طيب خلوني أجاوبكم على الأسئلة هذه كلها، حطوها عندكم خلاص، يصير بإذن الله ينتهي وأقعد معاكم. إيش المستيكس اللي بتنعمل في البرف ريزينج؟ إيش الأغلاط اللي أنت بتعملوها؟ إنه والله بتعملي كوبي بيست غلط، أنت كده الآن عندك سرقة علمية، يعني بين قوسين ينقال عنك حرامية ومو حل المسمى. اثنين، برف ريزينج is not summarizing. في بعض البنات يلخصوا البرف ريزينج هو تلخيص، لا هو مو تلخيص، أنت بتعيدي عجنة الجملة لكن بشخصيتك بطريقتك، هي نفسها الحجم نفس الكتلة لكن اللهم بنفس المعنى، فأنت ما بتعملي تلخيص، تلخيص يعني تتخلصي من معلومات، فغلط. الparaphrase ما هو summarize. Do not copy the text without the citation. الآن الجملة الأخيرة كان فيها ما فيها اسمي، ما فيها reference، طب الحل هتاخديها copy paste من غير reference؟ لا، لازم يكون في citation، لازم يكون في الاقتباس، خلاص. وهذه ثلاث أغلاط حاول إنكم تتجنبوها. عندي قبل الأخير الأونلاين paraphrasing، في عندي أنا أفضل برنامج أنا ممكن أنصحكم فيه، بس هو يعني مدفوع والله، الدفع فيه حلال، جرامرلي. جرامرلي هذا برنامج يعتبر مدفوع في الشهر، شيء بسيط يعني، لكن ما في أحد ما يستخدمه، حتى دكاترة متوفر مجانا، وأحيانا تحتاج بعض التفاصيل، فبالتالي أنك تضطر أنك تدفع حاجة بسيطة بس راح يفيدك. جرامرلي خلاص، جرامرلي. وهذه مجموعة من المواقع اللي ممكن بس مجرد ما تدخليها اكتبي بس plagiarism online، بس اكتب الكلمة هذه plagiarism online بس، تطلع لك على طول برامج online بالهبل. جرامرلي كتبت صالح الله يسعدها خلاص، هذا أفضل البرامج وناس كثيرة بتعتمده، وبرنامج قوي ترى وفي شغل عليه مرة جبار. لا ما تدعم اللغة العربية، ما يدعم اللغة العربية خلاص. هذا بالنسبة لدورة البرفريزينج، أنا أتمنى أنها تكون واضحة، أنا كده خلصت، أتمنى أنه عرفت إعادة الصياغة. الموضوع ممكن يكون صعب بالنسبة لكم بس ما شاء الله وصلتوا، والبروسيس لسه الملف الثالث قاعد يتحمل لكن وصلتوا في الأخير. هذا بالنسبة لتسجيل الحضور، أتمنى أنكم تسجلوا حضوركم خلاص. أتمنى أنكم تسجلوا حضوركم، ولو في أي سؤال الآن يعني أنا مستعدة أجاوب عن الأسئلة. هذا فاطمة أستاذ التغريدة، أرسل كمان رابط الحضور خلاص. وهنا عندي، يعطيك ألف عافية، تحبي أفتح المايك للطالبة اللي عندها أي سؤال إذا في صعب صعوبة في الكتابة؟ بالعكس أنا طيب تمام، ياريت بس ترفعوا يدكم أنا أعملك مودريت ومقدم بالتشرف تعرضي سؤالك براحتك. هذا تويتر حقي، أنا مرة أكتب في تويتر، بس أمسح الباركود وحسبوني جاوبتكم في أي وقت. اللهم علمنا بما عرفانا وانفعنا بما علمت وزدنا علم، اللهم آمين يا رب. في أي سؤال بس ترفعي لي يدك وأنا حاملك قدم رجاء، عشان بس من وقت الدكتورة وتكون في وقت أطول للاستفادة من السؤال اللي حتسأله أي طالب. أتفضلي أنا بعدها ساعة. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام دكتورة. دحين بتبقى أسألك، هو أي copy paste عملته هو بيعتبره استيلاء اللي هو سرقة صح؟ أيوة لازم تعملي paraphrasing. عشان كده أنا هعمل paraphrasing. أوكي بالنسبة للجرامرلي، هو برنامج يعدل الجرامر في الجمل ولا يبين لي نسب الاستلال؟ في جزئية تطلع لك paraphrasing أو تعمل لك paraphrasing، وفي جزئية تعدل لك الجرامر كمان، يعني في البرنامج يعني صراحة مرة جبار أنا اشتغلت عليه، ففي الحالتين.
اشتغل طيب البرنامج على الحاجة. حطيت الباراجراف المرة الأولى، رجعت مرة تانية، ممكن يعتبره استلال من نصي؟ لا لا، هو لا يعتبر استلال من البحث الأساسي، تمام، فهمتي؟ يعطيك من العافية. الأشياء اللي منشورة في النت، من الأشياء أيوة اللي منشورة، أيوة، بس مش من البحث اللي أنت قاعدة تشتغلي عليه. خلاص، تمام، يعطيك العافية. ممتاز ممتاز حبيبتي. صالحة، الله يعافيك. ديناس، صالحة نزلت يده. سندس، سندس ثواني. تفضلي. ايوه، السلام عليكم. الله يعطيك العافية دكتورة. ما تكفي، بس كنت حابة أسأل في بعض الكلمات، أنا إيش عرفني إنه هذا السينيموم المناسب للجملة دي؟ يعني أحيانا بعض الكلمات تيجي بكذا معنى، فكيف أعرف؟ هذه تعتمد على الخبرة يا بنتي يا سندس، يعني تعتمد على الخبرة، إنه أنت فعلا فاهمة إنه الكلمة هذه هي نفس الكلمة هذه، بس اللهم تغيير في الكلمات. فهذه ترى تعتبر على الخبرة، وتعتمد على قد إيش أنت تقري في طيب هل مجالك. ينفع اني انا استعين بجوجل؟ يعني مثلا، يعني انا ما عندي ذيك الخبرة مثلا من كتر قرايتي، بس برضو يعني احس انه احتاج، فمبدئيا اني اقدر استعمل جوجل مثلا كل شوية احط سينيموم وارجع احطه في جوجل، ولا برضو ما ينفع؟ احيانا تنفع جوجل، احيانا تنفع جوجل، لكن في برامج اسمها سينونيمز اللي هي المرادفات، في برامج تطبيقات انا افضل انك تتجهيلها، لانه حيطلع لك المرادف حق الكلمه نفسها هذه اللي انت تبغيها، افضل من جوجل. جوجل ينفع، نادرا ما ينفع، خلاص، لكن في برامج خاصه بالمرادفات، بس اكتبي اسمها في الاب ستور تطلع لك برامج بالهبل، هذه اللي اعتمدي عليها. طب ممكن دكتورة تزوديني بالبرامج دي؟ يعني ايش اسمائها؟ راح ننزلها الآن. طيب أستاذة تغريد، هل في مجال إنه أعمل كده ملف درايف أنزل فيه كل الأشياء اللي طالبينها الطالبات ويصير ترسلهم إياها؟ والله يا ريت، انا حتى اتمناهم يبقوا في الجروب عشان اقدر ارسل لهم رابط القناة، رابط اللي هو اي شيء يفيدك، وانا هحطه في الحالة وحرسله تاني اوكي على ايميلاتهم المسجلة عندي. ولا يهمك، طيب قول أوكي. لي العلم أنا الفايدة طبعا اللي يهمنا. حتحتاج مني يوم كده عبال ما أنا طبعا أنزلهم طبعا، البرامج. خدي راحتك دكتورة بإذن الله. حتى التسجيل يعني مجرد دحين ما تنتهي إن شاء الله الوكيلة بالكثير بكرة لصباح الأحد ترسل لي الرابط، رابط التسجيل. أيوة يا ليت يا دكتورة، أي شيء ممكن يفيدنا، أي شيء ممكن يساعدنا، لأنه ما تتخيلي هذا الموضوع جدا أكيد معانا، وبنرسل لمكاتب عشان تسوي لنا بارفريزنج، يعني مرة مرة جهاد لا لا، ما وفلوس يحتاج. وصرف، تحسي يعني حرام نحن وصلنا لمرحلة الدراسات العليا وما نعرف. لا والناس أكيد، صراحة يعني الشيء لازم اللي لازم، أنا عن بيزعلني نفسي إلى الآن إنه الديكشنري في يدي. لازم ايوه، يا طالب والناس الديكشنري في مشكلة يدي، بتعاينني البحث في انه انتوا يدي. ما طلعتوا برا، انتوا ما حتتعلموا في السعودية.